الأستاذ عماد الدين حسين كان كاتب مقال امبارح بأن الاجتماع أو المصالحة تمت بضغط أمريكي. بالتأكيد هو ليس الضغط الأمريكي بقدر ما هو ضغط الموقف. يعني أنا أعتقد بأنه آن الأوان لكي يسأل الطرفين أنفسهم إلى ماذا سنصل وما هو في مواجهتنا، يعني الاستحقاق الإيراني من جهة، استحقاق الانسحاب الأمريكي من جهة أصبح واضح. ليس الضغط الأمريكي بقدر ما هو ضغط الانسحاب الأمريكي، يعني هذه مهمة جدا جدا تحدث لأول مرة في المنطقة يا أستاذ محمد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ولحد الآن. هناك انسحاب أمريكي خطير العواقب من الشرق الأوسط ومن الخليج العربي على وجه التحديد. هذه الحقيقة رفضت السعودية لفترة طويلة أن تعترف بها واعتبرتها جزء من سياسة سيئة للرئيس السابق أوباما، ثم تأكدت الآن بوجود خصم أوباما في الحكم ترامب. هناك انسحاب أمريكي واضح. طيب بس نستطيع أن نقرأ، يعني طب كيف ترى غياب قطر من أمير قطر من القمة؟ أنا أعتقد أنه أمير قطر أرسل رئيس وزراء أولا كعملية استكشاف حقيقية لمدى دفء العلاقات التي حصلت الآن، وأنا أعتقد بأنه المصالحة الحقيقية ستكون في لقاء قمة يجمع العاهلين مباشرة وليس إبان مؤتمر، يعني شيء خاص، لقاء بين أمير قطر وملك السعودية مباشرة على الأرض لوحدهم في حدث يستحق فعلا الاحتفاء به. مين يا فندم من الاحتفاء مع بعض؟ أمير قطر. أيوة. وملك السعودية. هو ملك السعودية موجود أصلا؟ آه طبعا، ملك السعودية اختفى ولا إيه؟ ما عنديش فكرة. يعني ما هو دور ملك السعودية؟ يعني أنا سؤال، مجرد سؤال يعني. لا، ملك السعودية ما زال يحكم الحقيقة برغم السلطات الواسعة لولي العهد، لكن ملك السعودية حاضر، وأنا أعتقد أنه القرار النهائي في هذا الموضوع يعود له أكثر مما يعود لولي العهد.